عبر أهالي قرية بني حرام وتوابعها في محافظة المنيا عن فرحتهم الكبيرة بتشغيل وافتتاح المجمع الخدمي بالوحدة المحلية للقرية. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، ويخدم المجمع الخدمي في قرية بني حرام 41 قرية وتابعا، ويضم مركزا تكنولوجيا ومكاتب للسجل المدني والشهر العقاري والبريد والتضامن الاجتماعي والتموين. ويعمل المجمع على تيسير تقديم الخدمات لكافة المواطنين بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية بني حرام والعزب والتوابع، وتقليل التكدس على مكاتب الخدمات في المدن. احنا حاليا في مجمع الخدمات بقرية بني حرام اللي بيضم معانا وحدة محلية، تموين، تضامن اجتماعي، بريد، سجل مدني، شهر عقاري. كل الخدمات المتاحة للمواطن أصبحت في مكان واحد داخل مجمع واحد. أما نخدم 6 قرى رئيسية و35 تابع للقرى، كلهم دلوقتي عندنا خدمات متكاملة في مكان واحد بفضل وقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة حياة كريمة ضمن المجمعات الخدمية اللي تم إنشائها على مستوى الجمهورية. المجمع ده بيغطي كل الخدمات. كان المواطن بيروح درماس عشان يطلع شهادة ميلاد ب30 جنيه ويصرف حوالي 30 جنيه مواصلات، توك توك رايح توك توك جاي. دلوقتي ممكن من بيته 5 دقايق يجي يعمل خدمته، وحاجه بسم الله ما شاء الله حاجه تشرف، نظيفه، تكييفات، اماكن الانتظار، قوائم، برضه الواحد عارف دوره الساعه كام، امتى ياخد دوره، والخدمه مميكنه وحاجه بسم الله ما شاء الله. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادره حياه كريمه بمنحه مجمع خدمات قريه بني حرام، ووفر علينا كثير، سجل مدني، شهر عقاري، تموين، ضمان اجتماعي،